ينضم إلي يفجيني سيدروف، كاتب ومحلل سياسي من موسكو عبر الأقمار الصناعية، والدكتور ديفيد بولوك، مستشار معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط من واشنطن عبر الأقمار الصناعية، والدكتور جورج صبرة، عضو الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس المجلس الوطني من الرياض أيضا عبر الأقمار الصناعية. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. سأبدأ معك بداية دكتور ديفيد بولوك، تعليقا على هذه الوثيقة التي سربتها وكالة أسوشيتد بريس عن وضع خطة وجدول زمني للعملية السياسية وترتيبها في سوريا انتهاء بخروج الأسد. نعم، أنا أصدق الناطق الرسمي بتاع الخارجية الأمريكية إنها هذه الوثيقة مجرد المقترحات، يعني اقتراحات للنقاش داخل الإدارة الأمريكية وفي المجتمع الدولي. ولكن الجدير بذكر أنه هذه الفترة الانتقالية سنة أو سنة ونصف، هذا ليست مفاجأة. الحقيقة أنه من زمان لقد صرح وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في موسكو وفي عواصم أخرى في العالم أنه هناك احتمال جيد لبقاء الرئيس بشار الأسد في القوة لمدة المرحلة الانتقالية، ولقد صرح كيري حتى بصوت واضح أنه من زمان أنه هذه الفترة الانتقالية يمكن سوف تطول 6 أشهر أو سنة أو 18 شهر، المعنى سنة ونصف، المعنى بعد أدار 2060 وبعد رحيل الرئيس أوباما من منصه في واشنطن. ولذلك طيب هذا الشيء ما بيوضح لي أنه الأمر كله مرتبط برحيل الرئيس باراك أوباما، يعني في مخطط واضح ولكن سيبدأ تنفيذه بعد هذا رحيله فقط. لا 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 لا, 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 لا ال هذا حسب المفاوضات في مؤتمر جنيف وفي مؤتمر فيينا ومع مشاركة القوات المعينة في العالم المرتبطة بالأزمة السورية، المعنى روسيا وإيران وسعودية وأمريكا وكذا وكذا. وهذا أنا أعتقد نوع من الحل الوسط بدون تحديد تاريخ ارتحال أو رحيل الرئيس بشار الأسد، وهذا لا مرتبط برحيل الرئيس أوباما، هذا نوع من الحديث، يعني هذا عشوائي. ولكن الحقيقة أنه في قرار مجلس الأمن الأخير ليس هناك أي مذكرة لضرورة رحيل الرئيس بشار الأسد مطلقا. ولذلك أنا أعتقد أنه بالصراحة كاملة للأسف الشديد هذا يمثل تراجع في الموقف الأمريكاني. من أي ناحية؟ هو الموقف الأمريكي لم يتغير، يعني هو من بداية الثورة السورية مقتصر على التصريحات. وهل يعني هو السؤال أنه هل هي الوثيقة هي اللي عم يتم الحديث عنها المسربة هي اللي بتظهر تراجع الموقف الأمريكي، طيب، ولا من وقت ما تسلم الموضوع للروس؟ صح مظبوط، للأسف الشديد هذا تقييمي الشخصي غير رسمي، ولكن أنا أفكر أنه في البداية صراحة كما أنتم ما ذكرتم في هذا البرنامج نفسه، في البداية من 3 سنوات صراحة الرئيس أوباما أنه لازم يرحل الرئيس بشار الأسد على طول. وبعدين الموقف الأمريكاني لقد تراجع إلى ضرورة رحيل الرئيس بشار الأسد بعد المرحلة الانتقالية لمدة نصف السنة أو سنة أو سنة ونصف. والآن في قرار مجلس الأمن كما أنا أفهم ليس هناك تفاصيل مطلقا عن موضوع الرحيل، عن موضوع تحلي الرئيس بشار الأسد. صحيح. وأيضا اليوم كان رد الخارجية الأمريكية بأنه توقيت رحيل بشار الأسد ليس محدد ضمن
الرؤية الأمريكية. هون اسمح لي انتقل للأستاذ يفجيني سيدروف. أستاذ سيدروف، يعني روسيا الآن هي مثل نوعا ما متصدرة للمشهد السياسي والعسكري في سوريا، ومن خلال عمليات العسكرية وحتى من خلال محاولة فرضها لأجنداتها ورؤيتها للحل ما يجري في سوريا. من خلال هذه الوثيقة الآن يبدو بأنه أمريكا حاطة روسيا فقط بالواجهة أنه هي اللي تتصرف، أما من تحت الطاولة أمريكا ستنفذ ما تريده، وكلام ودفاع روسيا عن بشار الأسد ومصيره وإلى آخره سيكون كلام بعرض الحائط، يعني لا تأخذ له أمريكا بال. أنا أعتقد أولا، مرحبا بالمشاهدين الكرام وبالضيوف المحترمين في هذه الحلقة. أنا أعتقد أولا بأن ربما هذه التسريبات لم تأتي من قبيل الصدفة، ربما كانت بمثابة بالون اختباري تم إطلاقه في انتظار ردود فعل من مختلف الأطراف التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية السياسية، ولا سيما بالمرحلة الأولى ألا وهي طبعا المباحثات السورية السورية، والتي من المقرر أن تبدأ في 25 من الشهر في جنيف. والحديث عن رحيل بشار الأسد أو عدم رحيله سواء خلال الفترة المشار إليها في هذه المعلومات أو خلال فترة أخرى، أعتقد بأنه أمر سابق لأوانه مثل بقية المراحل للتسوية السياسية، لأن حتى أو لكي تنفذ أو تتحقق كل ما ورد في كل مرحلة من هذه المراحل أو في كل فترة من هذه الفترات، يجب أن تسفر المباحثات السورية عن شيء واقعي ملموس أو عن نجاح، ولكن هذا الأمر الآن يصبح أمرا مشكوك فيه لعدة عوامل، وربما أهمها التطورات الأخيرة المتعلقة بالتصعيد الإيراني السعودي. فكل من طهران والرياض ينبغي أن تشارك في هذه العملية، ولكن نظرا للأوضاع الحالية ربما يعني تحدث هناك بعض المفاجآت التي قد تؤدي إلى تأجيل أو لا سمح الله إلى ربما إلغاء الجولة الأولى المتوقعة في هذه المباحثات. وبالتالي فأعود فأقول إنه الآن الحديث عن رحيل بشار الأسد مثلا في شهر مارس آذار عام 2017 أو في خلال أي مرحلة أخرى أمر سابق لأوانه، ولا سيما أن حتى بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة وافقت بشكل مباشر أو غير مباشر على أن بشار الأسد سيبقى لفترة معينة، ولكن ليس ذلك بتنازل أمام موقف موسكو، وإنما ربما يعني خشية وخوف مبطن إزاء التهديد الذي يشكله داعش الذي ما زال يسيطر على يعني جزء كبير جدا من الأراضي السورية. ففي حالة رحيل بشار الأسد قبل هذه الفترة المشار إليها ربما يتعرض مستقبل سوريا كلها لخطر، خطر التفكك أو الانهيار، وبالتالي يعني ربما هذا بالنسبة الأمر أخذ بعين الاعتبار. هذا الخطر الذي قد تتعرض له سوريا ربما من وجهة نظرك أو وجهة نظر آخرين، ولكن الكثير من السوريين يرون بأن الخطر الأكبر هو وجود نظام الأسد، هو الذي أدى إلى وجود داعش، وخطر رحيله يعني لا يوجد خطر بالنسبة للسوريين من رحيله، على العكس ستقل البراميل الملقاة عليهم، سيقل عدد القتلى والشهداء، وأيضا الذين يموتون جوعا الآن في مضايا. بنتقل إليك دكتور جورج صبرا، يعني من خلال هالوثيقة يبدو بأنه كل شيء مرتب وجاهز. لا معنى لاستمرار بشار الأسد، هذا إذا استذكرنا كلام القادة الدوليين وعلى رأسهم الرئيس أوباما عن أن بشار الأسد فقد الشرعية كليا ويجب أن يرحل. هل نذكر بأن معظم بل جميع القادة في الغرب قاموا بتصريحات مشابهة؟ أما الآن نلاحظ تراجعا ملحوظا بالفعل، هو شكل من أشكال الخذلان للشعب السوري، لكننا نقول ببساطة لا يسهل العملية السياسية. هناك من يرى بأنه الدور الأمريكي لم يتراجع كما هو ظاهر على حساب الدور الروسي. دكتور ديفيد بولوك، هناك من يرى بأنه روسيا بنفس الآن هي تنفذ أجندات أمريكية، يعني متفقين هن اثنين متفقين على الخطة اللي عم يمشوا فيها، ما في دور أمريكي تراجع مقابل دور روسي.
أنا في هذه النقطة، وهذه نقطة مهمة جدا، أنا أتفق مع الزميل الروسي الذي قال من كم دقائق إنه العامل الأساسي في هذا التغيير في الموقف الأمريكي إقامة أو بروز الخطر الأخطر داخل سوريا وداخل العراق وداخل المنطقة بشاملها، وهو خطر من قبل داعش. وهذا حسب رأيي هذا مسألة الأولويات. الأولوية الأولى والعاجلة بشكل طوارئ إرحال لا الرئيس بشار الأسد في المكان الأول، لا إرحال داعش من الأراضي السورية والعراقية ومن كل أنحاء المناطق لكل ما يجري أو الآن المنطقة. ولذلك 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 التركز التركز الدبلوماسي والعسكري والاستخباري والدبلوماسي حسب الإدارة الأمريكية وحسب الأمم المتحدة وحسب القوات الغربية التركز في المكان الأول. طيب في مواجهة داعش وليس مواجهة دكتور بولوك، عم نحكي عن مواجهة داعش وفي عنا تحالف يعني مشكل من 60 دولة تقاتل داعش في سوريا والعراق. إلى الآن لم يكن هناك أي نتيجة حقيقية، نتيجة ملموسة، حتى لو أصدروا تقارير حكوا عن أنه ممكن تراجع داعش لبعض المناطق، ولكن كلياتنا نتذكر الفضيحة اللي طلعت عن التقارير اللي حكيت عن أنه صرفوا ملايين الدولارات ولكن دون نتيجة. داعش عندما تريد التقدم باتجاه منطقة معينة تسير أرتال الدبابات بمئات الكيلومترات على أعين من الطائرات الأمريكية والروسية أيضا، ولا ما بتقرب عليها يعني. نعم هذا صحيح، ولذلك بالذات أنا شخصيا أنا كنت من زمان أقترح تحرير مدينة الرقة عاصمة داعش كأولوية عسكرية واستراتيجية وتكتيكية الأولى في مواجهة داعش وفي إجراءات الأمريكان والأكراد والعرب والمعارضة وكل القوات داخل سوريا. ولكن للأسف الشديد حتى الآن هذا كما أنت ما قلت هذا لم يحصل حتى الآن. فبالتالي كيف عم نحكي على أنه داعش هي الأساس؟ أنه داعش هي أخطر من نظام الأسد، والتحركات العسكرية كلها للدول المجتمع الدولي ما عم أنه يعني يا إما في غباء بالتعامل العسكري، ونحن عم نحكي عن جنرالات وضباط كبار هني عم يقودوا العمل العسكري الجوي ضد داعش، يا إما مقصود تركه لوضعه كشماعة دائما بأنه هو أخطر من الأسد، داعش موضوع أولى من موضوع الأسد. صح، وأنا شخصيا أنا أقيم إنه النظام في دمشق لازم نحن كل العالم السوريون والعالم بشكل كامل أن نحن لازم نتخلي من هذا النظام الاستبدادي والدموي في النهاية. ولكن هذا كما أنا ما قلت، أنا شخصيا أنا أعتقد إنه هناك مراحل وهناك خطوات واستراتيجية مدرجة لهذا الهدف في النهاية، والخطوة الأولى مواجهة داعش، وبعد ذلك أنا أعتقد أن هناك سوف يكون احتمال أحسن لمواجهة النظام في دمشق في فترة التالية. طيب سؤال أخير سيد سيدروف، هل يمكن لروسيا أن تتخلى عن الأسد؟ يمكن الإجابة عنه بشكل بنعم أو بلا، لا يمكن لا تأكيد ولا نفي. روسيا يمكن أن تتخلى نظريا عن بشار الأسد، ولكن بحجة أن يكون ظاهريا رحيل بشار الأسد ناتجا كما تقول روسيا عن قرار يتخذه الشعب السوري بنفسه، أي القرار مثلا حول حجب الثقة عنه أو حول يعني أي إجراءات أخرى منصوص عليها في القانون الدولي أو ما شابه ذلك. فإذا تكونت أو تطورت الأحداث بهذا الشكل فروسيا لن
الطيران الروسي ما رح يخلي سوريين لحتى يشوف إذا بدهم ياخدوا يحجبوا الثقة أو يعطوها، والسوريين حكوا رأيهم من 5 سنين. لا، الطيران الروسي قصة. لا لا، طيران روسي دعيني أقول لك بصراحة إن كل هذه القصص والخرافات حول استهداف المدنيين معظمها أو الأكثرية الساحقة منها يعني لا تحتمل أي انتقاد، بأن لأن هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى أن لا منظمات دولية مثل الأمم المتحدة ولا حتى الولايات المتحدة ولا حلفاؤها تؤكد ما يروج من خلال منظمة العفو الدولية ونشطي حقوق الإنسان والمرصد حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية. لا يمكن أن نتحدث كل هدول المنظمات، ولا منظمة هيومن رايتس ووتش ولا منظمات أخرى، كلها بيّنت وأثبتت تحيزها وولائها لبعض أصحاب الطلبيات التي يضعون أمام أو يضعون نصب عيونهم طيب هدفا أخير واحدا. تعليق أخير للدكتور جون صبرا، ناقشنا وياك سيد سيدروف بحلقة سابقة عن موضوع منظمة العفو الدولية وتقاريرها، يعني هي النقطة تحديدا ما عم نقدر نوصل فيها لنتيجة. دكتور جورج صبرا، تعليق أخير تفضل. يعني إذا أردنا أن نصدق رئاسة الأركان الروسية ونكذب منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايت ووتش من أهم المنظمات النزيهة لحقوق الإنسان في العالم، هذه مشكلة وبالنسبة لنا غير قابلة للنقاش. لكنني أريد أن أقول للذين يريدون بقاء بشار الأسد من أجل أن ترحل داعش، لماذا؟ هل بشار الأسد يحارب داعش؟ أذكركم بالمفاوضات التي تجري في الحجر الأسود بين النظام وداعش لإخراج مقاتلي داعش من أحياء العاصمة سالمين. أذكركم بتسليم تدمر من قبل النظام لداعش بمستودعات الأسلحة بآبار النفط. أين هو الصراع الذي خاضه النظام ضد داعش؟ مرة ثانية نقول لا يمكن أن تكون هناك استراتيجية حقيقية لمحاربة داعش ما لم يشترك بها السوريون، ولن يشارك السوريون بشكل فعلي إلا إذا كانوا جزء من خطة سياسية لسوريا القادمة. لا يحق لأحد أن يطالب السوريين بمحاربة داعش بينما براميل بشار الأسد والصواريخ الروسية وراء ظهرهم. لذلك خبرة سنتين من محاربة دولية لداعش تثبت أن هذه استراتيجية فاشلة، ولا بد من أن يكون الشعب السوري بمقاتليه الذين أخرجوا داعش، أخرجوها من غوطة دمشق وأخرجوها من إدلب بعيدا عن جهود المجتمع الدولي، لأن ضحايا داعش من السوريين أولا، لا بد من تعديل هذه الاستراتيجية. شكرا دكتور جورج صبرا، عضو الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس المجلس الوطني، كنت معي من الرياض، أشكرك جزيلا. وأشكر دكتور ديفيد بولوك مستشار معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط من واشنطن أيضا، شكرا جزيلا. وإيفجيني سيدروف كاتب ومحلل سياسي من موسكو أيضا، شكرا لك.